بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني ما بعتذرش عشان ارجع في اي حته انا عمري ما هشتغل في العمل الاعلامي تاني وعمري ما هشتغل ممثله تاني بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني والله العظيم ما قلت ولا حاجة كل حكاية أنا قلت التخين شكله مش حلو ومش قادر يمشي على رجليه وعايش ميت على الأقل كنت بنتقدهم عشان أنا منهم